الآن نرحب بضيفنا من بيروت الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا دكتور حارث. إذن أنتوني بلينكين قادم إلى المنطقة، هذه المرة يأتي بعد زيارة آموس هوكستين للبنان. هل تعتقد حضرتك أن بلينكين سيأتي لإيجاد حل بين إسرائيل وحزب الله أم للضغط على لبنان؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. بلينكين لن يأتي إلى لبنان أصلا، يعني الذي أتى إلى لبنان هو هوكشتاين، وهو من فريق بلينكين، وهو مستشار الرئيس الأمريكي، وهو الذي يتولى التفاوض حول قرار 1701 في تغطية يعني التي التقرير الذي أزعتموه. سمت شيء إضافي، يعني طبعا لا أحد يريد تغيير القرار 1701، لكن هناك ما يسمى بآليات تنفيذية يجب أن تضاف إلى 1701. الآليات التنفيذية هي يعني قراءة يعني تشدد على المطالب الإسرائيلية، بمعنى أن القرار 1701 يتضمن في قلبه القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات في لبنان. اليوم المناورة التي يجري الحديث عنها هو ليس العودة إلى 1701 كما كان سنة 2006، وإنما وضع آليات تنفيذية، بمعنى 1701 يتضمن إشارة إلى الاستعانة بقوات اليونيفيل في المطار والمعابر الحدودية. وبالتالي القرار 1701 بتعديلاته الأخيرة عند تجديد مهلة يعني عمل القوات الدولية، آخر تجديد أعتقد كان رقمه 2695، يقول أن القوات الدولية اليونيفيل تستطيع أن تتحرك بمعزل عن الجيش اللبناني. وبالتالي المسألة الأساسية اليوم هي أن يجري البحث عن دور للقوات الدولية بتنفيذ القرار بمعزل عن الطرف اللبناني، وهذا الأمر يعني يضع علامة شك حول يعني دور الجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني في المرات يعني في السنوات الماضية لم يكن على حزم كاف من أجل تنفيذ القرار 1701، وسمح الحزب الله بأن يعني يقيم بنية عسكرية، ما هي تقاتل اليوم البنية العسكرية، تقاتل في عيتا وتقاتل في كفركلة وتقاتل في العديسي، وهذه كلها يعني قرى حدودية على الخط الأزرق، من المفروض أن حزب الله لا يمتلك قوات عسكرية بها حسب القرار 1701. طبعا إسرائيل خلال الفترة الماضية أيضا خرقت 1701 بطلعاتها الجوية وبعدم تسليمها نقاط حدودية تعود إلى لبنان، وموجودة هي نقاط يعني قطع صغيرة من الأرض ما زالت تحتلها وتفصل ما بين الخط الأزرق والحدود الدولية المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل بموجب اتفاقيات الحدود. هوكشتاين عم بيقول نريد تنفيذ القرار مع آليات تنفيذية، يعني أن هذا القرار سيتم تعديله عمليا دون أن يتم تعديله شكليا وكتابيا ونصا. اسمح لي بالمقاطعة دكتور حارث، هنا أكثر من نقطة مهمة للغاية، يعني بحسب الإعلام الأمريكي ربما أن إسرائيل طلبت رسميا يعني من إدارة بايدن تعديلات على الوضع الحالي في 1701. إسرائيل تريد أن تستبيح أجواء جنوب لبنان بحسب تقديراتها كلما رأت خطرا، كذلك إسرائيل تريد أن تتدخل على الأرض إذا ما وجدت اليونيفيل والجيش اللبناني بحاجة إلى المساعدة، كذلك تريد إسرائيل أكثر من 8000 جندي على الحدود عسكري لبناني. هل ما قلته لك صحيح الآن؟
هذا نشر يعني نعم. نشر هذا الكلام، ولكنه لا إمكانية لتعديل نص القرار 1701. نص القرار 1701 لن يعدل، المطالب الإسرائيلية لن يجري استماعها أو تلبيتها. طبعا 1701 يفرض على لبنان نشر مش 8000، 15000. نعم. وبالتالي يعني إذا كانت مطالبة 8000 هي مطالبة 8000 إضافية، لأنه اليوم الجيش اللبناني موجود منه الجنوب حوالي 7000. هذه نقطة ليست يعني موضع خلاف أن طيب. يتم نشر الجيش اللبناني، لكن الموضوع الخلاف لا، لن يكون ال 1701 يتيح يعني نص جديد. طيب إذا لماذا سيأتي بلينكين إلى المنطقة يا دكتور حارث؟ أعتقد أن بلينكين يأتي للضغط على نتنياهو. نتنياهو لا يستمع لهوكشتاين، يعني العقدة ليست في بيروت، العقدة في تل أبيب وفي طهران. طيب، وهل تعتقد حضرتك أن نتنياهو سينصت يعني لبلينكين؟ يعني الرئيس بايدن قالها على الهواء، بالمناسبة قالها على الهواء أن يعني هناك تحفظات أمريكية على الطريقة التي تدير بها إسرائيل وحكومة نتنياهو هذه الأزمة. هل تعتقد أن نتنياهو سينصت هذه المرة؟ لا أعتقد، أعتقد أن نتنياهو يستفيد من الظرف الانتخابات الأمريكية من جهة، ومن قرار إيراني كبير بمصالحة، يعني بالسعي لمصالحة بين إيران وأمريكا، على يعني على قاعدة التقاطع هذين الحدثين المهمين. نتنياهو ينفذ ما يريده يعني دون الرجوع لأحد. أنت الآن تقول جملة في غاية الخطورة يا دكتور حارث، يعني أنت الآن تحدثنا عن مؤامرة كبرى. أنت الآن تقول أنك من المعتقدين أن إيران ربما تجعل حزب الله يضغط على إسرائيل بحيث أن إيران يكون لها كروت في التفاوض حول الملف النووي مع الولايات المتحدة حتى لو قامت بالتضحية بحزب الله، هذا ما تريد أن تقوله؟ لا، لم أقل ذلك. فضل. هذا استنتاجك أنت على مسؤوليتك. طيب ماذا تريد أن تقول؟ لا أرجوك صحح لي، لن أستنتج شيئا آخر، صحح لي ما قلت. ما أقوله هو أبعد منا مما قلته. أنا أقول أن إيران تريد إجراء مصالحة شاملة عامة مع أمريكا. كيف؟ مصالحة كيف؟ يعني بمعنى أن تحسن علاقاتها. إيران هي عدوة الاحتلال والأمريكان هم حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، كيف؟ لن يكون الاحتلال موضع اشتباك أمريكي إيراني. لدى إيران وأمريكا مجموعة من القضايا يمكن الاتفاق عليها، منها الملف النووي، منها العقوبات التي، ومنها التبادلات الاقتصادية ومصالح وأدوار في الإقليم. وماذا ستفعل إيران بعد